النهارده دكتور عبد الله المغربي، اخصائي امراض القلب جامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. كنا عايزين نسال حضرتك ايه الدور اللي بيلعبه الكوليسترول في امراض القلب والاوعيه الدمويه؟ هو بيأثر عليها يعني؟ الكوليسترول اعتقد ان هو المؤثر الاساسي في موضوع تصلب الشرايين، على اساس ان المرض الاساسي يعني اللي يصيب الشرايين التاجيه في اليوم مما يؤدي الى اصابه بمرض القلب بمعنى اصح، يعني هو ترسب الكوليسترول على جدار الشريان، وبالتالي الكوليسترول هو السبب الاساسي في تصلب الشرايين. وبالتالي لو احنا قدرنا ان احنا نعمل كنترول، يعني نقدر نتحكم في مستوى الكوليسترول في الجسم، نقدر سواء بقى بالادويه او بالنظام الغذائي، بالتالي نقدر ان احنا نحمي نفسنا اصلا من الاول خالص، اللي هو يعني زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، نقدر نحمي نفسنا اصلا من ان يكون في عندنا تصلب في الشرايين. تمام. ايه هي الاعراض اللي بتشير لنوبه قلبيه؟ هي النوبه القلبيه يعني بتبقى اول حاجه لازم الى حد ما بتبقى حاده، يعني بيبقى المريض ما بيعملش تقريبا اي مجهود او حاجه، قاعد في البيت عادي او في شغله عادي، فجأة بيحس بألم في صدره، دايما الألم بيبقى شديد، بيبقى كابس على صدره جامد، هو بيوصف نفس الوصف ان هو حاجة تقيلة على صدري، بتبقى أكتر كمان لازم تكون مستمرة أكتر من حوالي 20 دقيقة علشان نقدر نقول ان هي زي ما بيسموها ذبحة صدرية حادة يعني. تمام. إيه أفضل طريقة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية؟ هو مفيش أفضل طريقة، هو افضل علاج هو الوقايه، يعني الوقايه، لان لما احنا بنعمل وقايه لمريض واحد قصاده ممكن ان احنا نمحي يعني علاج كذا مريض تاني قصاده، يعني المبلغ او كميه الفلوس اللي تدفع في علاج مريض ممكن ان هي تعمل لنا وقايه اكتر من المرضى اللي ممكن ان احنا ندفع لهم فلوس في العلاج. لكن يعني اصلا العلاج موجود في كل في في, في يعني متوفر في كل النواحي، يعني سواء بقى الشريان التاجي، سواء اضطراب في ضربات القلب، سواء فشل في عضله القلب، كل الامراض يعني تفرع امراض القلب كلها، كل العلاجات بتبقى موجوده، ولكن كلها في الاخر ممكن يعني نفتديها ان احنا نعمل وقايه افضل، زي ما احنا قلنا مثلا نوقف التدخين، الكوليسترول يبقى متظبط، لو في سكر يبقى متظبط، الضغط يبقى متظبط، الوقايه تغنينا اكتر عن كل الفلوس اللي ممكن ندفعها في العلاج. ميرسي جدا يا دكتور، ميرسي جدا لحضرتك.